الدكتور لما قال لي اني بحاجة للأكسجين فورا اجيت لهون، واساسا انا ماني من النوع اللي بيحب الناس كتير، وهلا مانو هاممني ابدا. صوت العصافير اللي هون بيجنن، والهواء اللي هون بيكفي وبيزيد. اي والله حلوة الطبيعة هون. وهذا هالأزعر مروان كل شهر بيجي وبيجيب معه كل شي موجود بالسوبر ماركت وبيحطه هون. بقول له عم تجيب اغراض كتير يا مروان، بس ما بيرد علي ابدا، شو ساوي له؟ مروان مزوق كتير. اي فعلا هذا الولد مزوق كتير. بتعرفي لما انفصل عنك مروان زعل ونهار لدرجة كتير كبيرة، حتى لأيام ما قدرت صحيه من فوق الكنباية اللي جوا. أوقات كنت حط له كم لقمة بياكلهم غصب عنه، ولو ما كنت أجبره ما كان رح ياكلهم، بس تجاوز الأزمة وصار أحسن. هالأيام بنوم ما فيني انساها أبدا. بيقولوا دائما إنه الهموم والمشاكل بتخلي الإنسان ينضج ويكبر، يعني مثل ما صار معه تماما. تعذبنا كتير وقتها، وأنا كمان كان صعب علي، بس ما قدرت أشكي همي لحدا. لا كان لازم تحكي، الإنسان لازم يحكي عن مشاكله وهمومه وعن كل شيء، لأنه إذا بتكوني واقفة بقوة مثل الجبل بيجوا بيسندوا حالهم عليكي. وغير هيك مع حدا بيسأل يا ترى أنت منيحة ولا لا. والله معك حق، وأنا عندي إحساس كبير أنه أمك بتشبهك. وأنا متأكد تماماً أنه هي شايلة الهم والغم ومشاكل العيلة كلياتها، ما هيك؟ يعني فيك تقول هيك شيء. أساس حضرتك متأكد أنك دارس هندسة مدنية؟ لتكون دارس علم نفس ومالنا دريانين أو فلسفة مثلاً؟ مو بالضرورة أن يكون فيلسوف لحتى أفهم هاي الشغلات يا بنتي. كل شيء تعلمناه من أمهاتنا وأبهاتنا عم ننفذه بالحياة، هاي هي كل القصة. بالضبط مزبوط. السلطة صارت جاهزة. أوه طيب ماشي، وهلأ خدي زيت الزيتون وحطي عليه شوي، بس كتري وحطي على الصحن كل آياته. بيقولوا يا بنتي لما بدك تعمل سلطة جيب حدا كريم لحتى يرش زيت الزيتون على الصحن، وبعدين بدك تجيبي واحد بخيل لحتى يرش لك شوية خل، وبعدين بتلاقي واحد مجنون يحرك السلطة هيك هيك هيك. التحريك علي، أنا رح أحركها. ممتاز. المنقل جاهز. ها؟ تمام الحكي، لكن انا راح اخذ هدول هلا. تمام استاذ. يلا خلينا نطلع. شرف فضل. اذا في شيء بقدر ساعدك فيه خليني اخذه لبرا. الاستاذ قال لي انه وقت اللي انفصلنا ضليت قاعد عنده. ما تردي عليه، عم يبالغ. ما قلتي لي بدك ساعدك بشيء وطالعه لبرا؟ في سلطه بس. طيب. خذها وروح، وأنا بجيب هالغرضين وبلحقك. وانت كمان معقولة يا بنتي؟ هيك أنا جيتي هيك للشاب خبط لزق قلتي له بدنا نتزوج؟ ما بيصير هالحكي. وقف وقف ولا حد بدي احكي. لا احكي. لا استاذ اسكت انت. مروان لا لا مروان بدي احكي. لا استاذ لازم توقف، لازم احكي له هذا الشيء. اجى لعندي مروان وحضني هيك. لا مشان الله لا تذكرني. لا لا وبعد ما حضني بهي الطريقة لا وصار يعطي بالمرات هيك فجأة وقف وقال لي أستاذ أنا عم اتزوج يا أستاذ. هيك عامل؟ تخيلي يا بنتي فضحني قدام طلابي وما خلى عندي أي كرامة. ما بنسى هداك اليوم لو شو ما صار. تتخيلي هالحكي؟ أستاذي شكرا كتير، بفضلك كرامتي أنا كمان هلأ صارت بالأراضي. ليش إسراء غريبة يعني؟ وبعدين شو بيقول الشاعر؟ كل من افترقوا ما زالوا عشاق. يلا اسمحوا لي انا بدي نام بكير لانه بصحى بكير، شكلي كبرت بالعمر انا. شو هالحكي اللي صار لك؟ شو استاذ طارق انبسطت فيك. وانتوا قبل ما تروحوا ضبطوا كل شيء هون. لا تاكل هم شيء. ايه طبعا. تصبحوا على خير. اه وقف لقلك. اسفه استاذ طارق، شكرا كثير على العشاء وعلى قعدتك الحلوه. اسراء انت تعالي غير يوم لعنا لهون، انا حابب اسمعك لإلك كمان. أكيد تصبح على خير. تصبح على خير أستاذي. إسراء قوم نمشي، خلينا نضب ونمشي. قوم لشوف. لحظة شوي،
عادي هلا بدي احكي معك كلمتين. بدك تحكي معي؟ ليش راقبتيني؟ اصحك تكذبي يلي قدامك ما انه ولد صغير اسرى. هو انا فكرت انه شو اسمه يعني ما بعرف طلع مو مزبوط بنوع. شو فكرتي؟ فكرت شي تاني وطلع ماله هيك نهائيا. لا تضغط علي مروان. انتي بردتي جيب لك شي من جوا؟ لا ما بردت. لا تروح تجيب شي، انا معي جاكيت. معي طيب جاكيت. ليش ما جاوبتيني؟ اسراء دقيقة، هالجاكيت لما فقت الصبح بالمشفى كان بغرفتي من ذكره. اسراء انتي اجيتي على المستشفى؟ كنتي هني؟ بدك تجاوبيني اجيتي على المشفى وكنتي هنيك؟ احكي عم اسمها. ايه صح، انا اجيت على المشفى وضليت طول الليل جنبك. بس الصبح فتحت عيوني ولقيت كارلا فوق راسي. لما اجت كارلا خانم قالت لي روحي. وانت لما فكرت انه كارلا هي اللي ضلت معك بالمستشفى قلت ما رح احكي لك شيء، خلي القصه مثل ما هي. اسراء انت عم تحاولي تجننيني مو؟ ها؟ ليش عم تخبي هيك شيء؟ ليش عم تخبي انك اجيتي على المستشفى؟ وانا حكيت معك كل هداك الكلام وقلت عنك انانيه، وقلت عنك وحده غداره وما بتعرفي حتى تتشكريني، ليش ما عم تحكي الحقيقه مثل ما صارت اسراء؟ لانكم كنتوا ماسكين ايدين بعض وعم تقولوا لبعض كلام حلو، وانا كمان. وانتي شو؟ انتي شو اسراء؟ ولا شيء. لا 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 لا، هالمره ما فيكي تهربي مني، عادي بدنا نحكي. شو بدنا نحكي؟ بدي اعرف ليش عملتي هالتصرفات يا اسراء؟ ليش عملتي كل هدول؟ فهميني، لأنه أنا ما عدت أفهم تصرفاتك أبدا. ضليتي طول الليل فوق راسي بس عم تخبي عني كل هذا الشيء. عم تبعتي مسج وتحذفي فورا، عم تبعتي زينة وتنزعي لنا العشاء، وبعدين تراقبيني لحد هون. ليش؟ ليش عم تعملي كل هالشغلات فيني إسراء؟ كرمال واحد ما بتحبي، ليش عم تعملي كل هالتصرفات؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.